الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها ما يلي: قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن أمرنا هنا بحفظ الفرج، وإذا أمرنا بحفظ الفرج فكذلك يدخل ضمنا أن يؤمرنا بأن يحافظنا على الأسباب التي بها تدعو إلى حفظ الفرج. ومن أعظم ما يحفظ به الفرج أن تستر المرأة وجهها، لأنه محل الجمال، مكمن الفتنة. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: العينان تزنيان وزناهما النظر. ولو قيل هذه امرأة جميلة، فقيل ما جمالها؟ قالوا جمالها في ساقها، في يدها، أيقبل هذا؟ لا يقبل. الجمال محله ولا يتنازع في ذلك اثنان، هو الوجه. من الأدلة الدالة على وجوب تغطية الوجه قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أمرت المرأة أن تسدل بخمارها على نحرها وصدرها. إذن يدخل ضمن ذلك أنها إذا غطت النحر والصدر من باب أولى أن يغطى الوجه، لأنه محل الجمال ومحل الفتنة. ومن الأدلة قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. تفسيرها عند ابن مسعود رضي الله عنه وغيره هي ما يخرج من الستر الظاهر من المرأة كالعباءة، لأنه ماذا قال؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، لم يقل ما أظهرنا، يعني ليس لهن فعل، والتي تكشف وجهها تفعل. فدل هذا على أن الآية ليست دليلا لمن قال بأن المرأة تظهر وجهها وكفيها، بدليل أنه قال بعدها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. سبحان الله. إذن قوله إلا ما ظهر منها هي الزينة الظاهرة كالعباءة ونحوها. ثم لما قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية دل على أن هذه الزينة الباطنة التي تظهرها المرأة عند محارمها. ففرق بين الزينتين. ومن الأدلة قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ذكر جل وعلا أن المرأة أن تظهر ما جرت العادة بإظهاره من كشف الوجه واليدين لبعض الأجانب، من الخدم وهم الرجال الذين لا شهوة لهم في النساء بتاتا، وكذلك الأطفال الذين لم يظهروا ولم يتطلعوا إلى عورات النساء. إذن لما استثنى هذين الصنفين من الأجانب دل على أن ما عدا هذين من الأجانب على أن المرأة لا يجوز أن تبدي وجهها لغير هذين الصنفين من الأجانب. من الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. القواعد من النساء هي المرأة العجوز الكبيرة التي قعدت عن النكاح لعدم رغبة الرجال فيها، هذه يجوز أن تكشف عن وجهها. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ومعلوم أن الإباحة لهن لهؤلاء القواعد ليس أن تكشف عن جميع بدنها، لا، وإنما المقصود عن وجهها. فدل على أن من ترجو النكاح من الشابات أو من يرغب فيها فإن الواجب عليها أن تغطي وجهها، فليس حالها في الحكم كحال المرأة القاعدة عن الزواج. ومن الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها النبي
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت المرأة إذا خرجت لحاجتها أن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار وعليهن مثل الغربال من الأكسية السوداء. ومن الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها أنه جل وعلا لما ذكر حال زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ما الذي بعدها؟ بيّن أن المحارم لا بأس بذلك، فدل على أن هناك تفريقا بين المحارم وبين الأجانب، فقال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. الآية. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد من حديث أبي حميد الساعدي، وورد بنحوه عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خاطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر لخطبتها وهي لا تعلم. يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل أن المرأة تغطي وجهها، وإلا لما قال فلينظر إليها. ومعلوم أن الإنسان لما يخطب امرأة ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى وجهها. ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، على أنهن لا يعرفن. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم؟ قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي والنسائي قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله والنساء؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: ذراعا لا يزدن عليه. سبحان الله، الفتنة هي أعظم في ماذا؟ في القدم أم في الوجه؟ فإذا أمرت المرأة أو خشيت النساء في ذلك العصر أن تنكشف أقدامهن، إذن من باب أولى الوجه الذي هو محط الزينة والجمال. ومن الأدلة ما جاء في المسند وسنن أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي عنه فلتحتجب عنه. هنا إن كان عنده ما يؤدي هنا يجب أن تستر وجهها عنه، لأنه صار بمثابة الأجنبي عنها. ومن الأدلة ما جاء في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا سترنا وجوهنا وإذا ذهبوا كشفنا وجوهنا. فدل هذا على وجوب تغطية المرأة لوجهها. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. لا يجوز للمحرمة كما عند البخاري أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا يدل على أن لبس النقاب، طبعا النقاب الذي تخرج فيه المرأة فقط جزء من العين للنظر وليس المقصود النقاب الذي توسع فيه النساء في هذا العصر، لا. قال: فدل على أن النقاب والقفاز معروف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النساء. إذن ما وجه الدلالة؟ لما كانت المرأة تنهى عن النقاب في الإحرام دل هذا على ماذا؟ دل على أنها في غير الإحرام تنتقب، إذن لم تظهر وجهها وإنما أظهرت جزءا من عينها لكي ترى طريقها. ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة خرجت بعدما نزلت آية الحجاب وكانت امرأة جسيمة رضي الله عنها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: انظري كيف تخرجين يا سودة.
فإنك لا تخفين علينا. وكان عمر رضي الله عنه يحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه بأن يحتجبن بأجسامهن وأشخاصهن عن الناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لهن لحاجتهن. لكن هنا لما خرجت سودة عرفها بجسمها، لو كانت كاشفة الوجه ما احتاج إلى أن يقول اعرفي كيف تخرجين يا سودة فإنك لا تخفين علينا. ومن الأدلة ما جاء في الصحاح في قصة الإفك، لما نامت عائشة رضي الله عنها وجاء صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه قالت وكان قد رآني قبل الحجاب فسدلت، وفي رواية فخمرت وجهي عنه بجلبابي. ومن الأدلة ما جاء عن أسماء رضي الله عنها كما في مسدرك الحاكم أنها قالت كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. ومن الأدلة ما جاء عن صفية بنت شيبة كما عند ابن سعد أنها رأت عائشة رضي الله عنها تطوف يعني في غير الإحرام وهي منتقبة، فدل هذا على أنها قد غطت وجهها رضي الله عنها. ومن الأدلة ما جاء عند ابن سعد أن عمر رضي الله عنه أخرج نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حجة حجها وجعل عليهن عثمان وعبد الرحمن ابن عوف وقال لا يدنو أحد منهن وكن مختفيات في الهودج لا ينظر إليهن أحد. ومن الأدلة أن عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وهي أم هذيل الأنصارية البصرية، امرأة عابدة تقية أثني عليها، قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة وعمرها 70 سنة، دخل عليها وإذا بها قد انتقبت وغطت وجهها وهي في ماذا؟ في سن متأخرة قاعدة عن النكاح. قال فقلنا لها ألم يقل الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت أكمل. وأن يستعففن خير لهن. قالت هذا هو إثبات الحجاب.